ده بوبو، انا بحبه قوي. بوب مين؟ بوب بتاع شرموفرز. بس تخليني تقول لك كده. كنت تقول لي ايه؟ تكيت شر ايه؟ بس شرموفرز دول بند مزيكا. بس بوب بوب ده حبيبي، ده احنا على طول مع بعض، احنا على ده. انت عارف ان فرقته وهي فرقتي بنغني مع بعض حفلات كتيره جدا. لا انت بتقولي على ايهاب، ده حبيبي. ايهاب مين؟ اسمه احمد بهاء. ايوه احمد ايهاب ده. بقول لك ايه، انت عارف اكتر حاجه بتعجبني في الولد ده ايه؟ انه عنده وازع ديني كده، يعني بيبدا دايما كل الاغاني بالسلام عليكم. ايوه انا قايل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى هو خد حسنه وانا خدت حسنه. انت عارف انا بحبه جدا لدرجه ان انا عايز اروح قوي الدرام سيركل بتاعته، بس دايما ما بلحقش اروح. والله وانا بحب الدرام سيركل بتاعته جدا، بس انا ما برضاش اروح عشان هي بتبقى سيكريت، يعني بخاف يزعل. السيكريت اللي هي مش الدرام سيكريت دي بتاعت الملابس الداخليه؟ بس جهل. تاني اسمها فيكتوريا سيركل. لا انا قصدي ان هو بيطبل وكده. ايوه. طب ايه ده؟ طب لو عارفه قوي كده ممكن تخيل تصور معايا. ايه؟ عايزه تصور معايا قوي. ده هيتبسط جدا. بقولك شيء حبيبي، تعالي يا سلمى. هو قال لها تعالي وما قاليش؟ خدها هتتصور وما خدنيش؟ ايه يا بوب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مان؟ وحشني يا بوب. عامل ايه؟ ربنا يخليك حبيبي. تعالي. ازيك؟ عامل ايه؟ ايه يا معلم الغيبه الطويله دي؟ وحشني حبيبي. وانت كمان. بس فكرني طيب. انت مش معقوله؟ معقوله يا بوب نبقى مغنيين في حفله واحده انا فاتح وانت قافل وتنساني؟ يعني انا ابو سره. ايوه سمعتك جامد. سمعتك، انا لسه كنت بسمعك دلوقتي. جامد. ده بوب ده. فاكر الموقف بتاع ميدان الرماه؟ فاكر قعدنا نضحك انا وانت للفجر يوميها؟ فاكر؟ فكرني طيب، قول لي عملنا ايه. فاكر حفله نادي الطيران؟ الباب بتاع الكيبورد. ما انا ما لعبتش في نادي الطيران قبل كده. الغابه كان نادي الغابه. الغابه لعبت بين. طب بوب انا فان قوي ليكوا، فممكن اتصور معاك؟ اتفضلي طبعا، يلا بينا. هو بس انا عارف اصحاب بقى من زمان، وهو يحرج يعني، هو كسوف كده في ال. الله سجلت انا غمضت. لا غمضي قادر يا كريم، ما تفتحي ابدا يا شيخ. ايه يا معلم؟ مرسي تعبناك. يلا اشوفك بقى، باي. يلا تعال. يلا تعال. لا يا بوب انا عارف انك ما تعرفنيش وكده، بس انا مطرب لسه ببدا، وانا واخدك مثلا. لا ربنا يوفقك. انا كركب 5 سم بنطلوني مبلوق. انا بقى بعشقك.